المشاهدين متابعي قناة الحقيقة الدولية، نحن الآن في موقع أثري في قلب العاصمة عمان وهي المدرج الروماني. تمتاز الأردن بمواقع أثرية كثيرة، نحن الآن في أحدها، وزي ما ذكرنا في البداية المدرج الروماني في عمان في قلب العاصمة عمان، والقليل من الناس من يعلمون أن هناك في داخل هذا المدرج متحفين، متحف للحياة الشعبية ومتحف للحلي والأزياء القديمة. سنقوم الآن في جولة في المتحفين لإلقاء الضوء على بعض ما يحتويه هذا المتحف. خلينا نبلش جولتنا سوا. نحن الآن داخل متحف الأزياء الشعبية في تحت المدرج الروماني. الآن بعض الأمور، يعني أمور تلفت الانتباه في هذا المتحف. نرى الآن ما تسمى العدة، وهي طبول وصنجات نحاسية يحملها الدراويش، وهي عادة تقليدية كان الناس يودعون الحجيج ويستقبلون الحجيج في الطبول وهذه العدة، وما تسمى العدة في استقبال ووداع الحجيج. زي ما بيحكوا في اللهجة الأردنية كانوا يودعوهم ولاقوهم بالطبول وهذه العدة، ما تسمى العدة. الآن هذا ممر فسيفسائي، يوجد فيه لوحات فسيفسائية، ومعروف أن منطقة مادبة تشتهر بهذه الأمور، اللوحات الفسيفسائية الجميلة والرائعة التي يعني يرسم بالحجارة لوحات فنية، كما هو ملاحظ الآن لوحات فنية مرسومة بأدق تفاصيلها وكأنها ريشة لفنان. مثل هذه اللوحات تصطف الحجارة وكأنها تعلم مكانها بالتحديد. بعض اللوحات نقرأ المكتوب على هذه اللوحات: قاطف العنب بين لولب من فروع الكرمة، على رأسه طاقية فريجية، ويلبس ثوبا قصيرا ويضع على كتفه وشاحا. هذا ما مكتوب على هذه اللوحة، ويعود إلى العهد في أواخر القرن السادس للميلاد، وممر مليء باللوحات الفسيفسائية كما نشاهد وكما تشاهدون الآن. كما تشاهدون الآن هذا لبس البادية الأردنية وحرس الحدود، وهذا شعار الجيش العربي المصطفوي، جيش الأردني.